بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. اليوم هو 28 يناير. احنا لسه مع أيام يناير وما فيها من أفكار ويعني أحداث زي النهاردة من 8 سنين تحديدا. يوم 28 كان اليوم اللي كما تحدث الكثير قال انه ده اليوم اللي الشعب حكم فيه. اليوم اللي كان بيحكم فيه الشعب. الداخلية انسحبت من الشوارع والميادين والسجون اتفتحت وكانت إشاعة الفوضى هي محاولة لتشويه الثورة. وكان في محاولة لإلهاء الناس عن فكرة الثورة واستثمارها واستكمالها ويعني توضيح ان دول شوية خونة بيتحركوا عشان يهدوا البلد. لكن مخططهم فشل. الناس اللي نزلت الميادين عشان تقوم أو تخلع مبارك وتطالب بإسقاط نظامه حمت الشوارع والبيوت وأصبحوا هم الحاكم الفعلي للبلد منذ ذلك اليوم أو في ذلك اليوم. ملفات مهمة جدا هنفتحها وأهمها هذا اليوم وما حدث فيه من أحداث ودلالات وهل ممكن نشوف اليوم ده بيتكرر تاني ولا لأ. النهاردة هيكون معانا برضو ملف مهم جدا بعد ما هنتكلم طبعا عن جمعة الغضب وهي المشهورة ب 28 يناير. هنتكلم عن أكاذيب السيسي. شفنا ازاي السيسي واقف جنب ماكرون بيمارس دوره المعتاد في التمثيل والمكر والخداع. وهنشوف كيف قام بهذا الدور وإيه الكلام اللي قاله وهنرد على كل ما يدعيه ونشوف بقى العلاقة بين مصر وفرنسا بعد الانقلاب وإيه الثمن اللي بيدفع من جيوب المصريين لشراء رضا فرنسا واعترافها باستمرار السيسي. فيلم في 7 سنين الفيلم الوثائقي اللي اتعرض بالأمس في قناة الجزيرة يعني اتكلم عن أحداث كتير واتكلم عن الشباب ومراحل انتقال الشباب من مرحلة الثورة من مرحلة أفكار كانوا بيؤمنوا بيها لمراحل أخرى يعني فيها أشكال مختلفة في إلحاد في تطرف في الطرفين يا إما إلحاد يا إما الاتجاه إلى مثلا ما يسمى بداعش أو المواجهة بالسلاح وغيره ودلالات هذا الأمر. الفيلم كان فيه حواليه حوار كبير. في ناس شافت إنه فيلم هايل وفي ناس قالت لأ الفيلم فيه مغالطات كتيرة ومعالجات خاطئة. هنشوف الآراء ونفهم أيضا أو نحلل حالات الشباب اللي الفيلم ذكرها بشكل خاص. خلونا بقى قبل ما نبدأ فقراتنا النهاردة نوجه أولا العزاء لأسرة المحامي الأستاذ محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي والذي توفى مساء اليوم. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. معنا الآن مداخلة من الدكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. أهلا بك معنا يا فندم. مرحبا أستاذ ريان. في الحقيقة فندم واحنا بنحضر لهذه المداخلة كنا هنتناول في الأول خبر وفاة يعني الأستاذ المحامي الأستاذ محمد ضماطي لكن قبل الهواء مباشرة قبل ما أدخل مع حضرتك كان في خبر مكتوب على الجزيرة وهو الحكم على سامي عنان حكم عسكري بسجنه 10 سنوات بتهمة التزوير ومخالفة الانضباط العسكري. تعليق حضرتك على هذا الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي محاولة من قائد الانقلاب العسكري لإبعاد أي منافس محتمل في يوم من الأيام سواء كان هذا المنافس من نفس المؤسسة العسكرية أو من خارج هذه المؤسسة العسكرية التي تتحكم في مقاليد الحكم في البلاد الآن. الحقيقة يعني مثل هذه الممارسات بتكشف الوجه القبيح لقائد الانقلاب العسكري الذي ظهر بمظهر أنه لا يرغب في الحكم ولا يحب أن يحكم مصر ولكن في حقيقة الأمر كان يدبر الأمر ويحاول ويحيك المؤامرات ليلا ونهارا حتى يقفز على السلطة في مصر كما اتضح للجميع واتضح أيضا أنه كاذب أفاق منافق خادع خائن هو في كل الأحوال يعني لا يجوز الحديث عنه إلا بهذه الصفات القبيحة التي ظهرت فيه بهذه الكيفية دكتور وكان آخرها أن رفاقه من العسكر الخائنين أيضا
هو يتخلص منهم واحدا. طب خليني يعني اركز في موضوع القيادات العسكريه اللي حوالين السيسي، يعني وفكرة مدى تقبلهم لمحاكمة واحد منهم. يعني الآن هذه محاكمة، يعني شفنا السيسي بيبرر كل أفعاله والمحاكمات اللي اتحكم بيها مثلا الثوار وداعمين الثورة واللي واقفين ضد الانقلاب العسكري، إنه دول إرهابيين ودول عايزين يخربوا البلد وقلب نظام الحكم ودول جماعات إرهابية. فما التفسير أو ما الجراءة التي تدعو السيسي اليوم أن يحاكم يعني من كان يجلسون معه في المجلس العسكري أو رفقائه في 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 هذا وما هي الجراءة التي تدعوه إلى أن يتخلص من صدق صفحي رفيق الإجرام في 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 موضوع الانقلاب العسكري؟ وما الذي أن يمنع رئيس الوزراء الآن ووزير الداخلية ووزير الدفاع من السفر لخارج مصر؟ هذه التهمة الحاكمة لا تثق في بعضها البعض، وهذا أمر طبيعي جدا، لأنهم يعلمون أنهم ظالمون، أنهم فسقة مجرمون، فلا يثق بعضهم في بعض. فيتخلص لو استطاع وزير الدفاع الحالي أن يتخلص من السيسي ويجلس هو على الكرسي لفعل، ولو استطاع وزير الداخلية لفعل، ولذلك هو لا يثق فيهم ولا يثق فيه، لانهم في النهايه مجرمون ظالمون نهايتهم معروفه، فلذلك هو لا يثق بهم ولا يثق في احدهم. دكتور مختار، الفريق سامي عنان يعني كان يصلني من بعض المقربين منه ان هو ليه موقف كان ضد السيسي او مش متناغم مع السيسي من الاول. ما دقت هذه المعلومات ايه يا فندم؟ وهذا أدعى أيضا، إذا كان الأمر على فرض أنه صحيح، هذا أدعى أيضا في أن يحاول السيسي أن يتخلص منه، لأنه يعني أي شخص، نذكر في أيام حسني مبارك أنه كان كلما ظهر أحد الأشخاص له شعبية في الشارع مثل الفريق الغزالي على سبيل المثال، وزير الدفاع الأسبق، أو الأستاذ عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، فكان على الفور يحاول التخلص منه، ولكن بطريقة دبلوماسية ليس فيها ما يحدث الآن من هذا الأهوج الأخرق. طيب توقعات حضرتك دكتور مختار يعني لما بعد هذا الحكم وإصدار الحكم اليوم، توقعاتك إيه؟ هل ممكن يحدث يعني هل ممكن تحصل يعني تحركات داخل الجيش؟ الشعب الجيل القديم من الجيش حتى اللي هم على المعاش دلوقتي ويحترموا المؤسسة العسكرية ويرون أن في الجيل القديم هو الجيل الأصيل وهو اللي حارب وهو اللي واجه، يعني كيف ستكون ردة الفعل أو ما توقعاتك؟ والله يا سنينة، والعهدة على الراوي من العسكر أن سجون العسكر مليئة بالعسكر. سجون العسكر مليئة بالعسكر، ليس فقط مليئة من أبناء الجيش الكثيرين الذين يرون في أن ما يحدث في مصر هو تخريب لمصر ولشعب مصر ولجيش مصر، فلذلك الجيش سجون الجيش مليئة بهؤلاء الشرفاء من أبناء القوات المسلحة أنفسهم، ولا شك أن البعض منهم لن يرضى عما يفعله مع سامي عنان أو غيره، ولكن في النهاية ماذا يفعل سوى أنه يحاول أن يعترف بشكل أو بآخر فيزج به في السجون. هذه النهاية، هذا الطاغية نهاية مأساوية بلا شك، إن شاء الله سنراها جميعا قريبا بإذن الله. طيب، وربما على يد أحد أبناء القوات المسلحة. يعني يمكن دي بعض التوقعات اللي بتتحدث عن يعني كيف يقضي العسكر على بعضه البعض، والكثير تحدث عن ذلك، لكن ده في الحقيقة يأتي يعني ذكره في حوار آخر. خلونا ننتقل مع حضرتك للأستاذ المحامي الأستاذ محمد ضماتي رحمة الله عليه. يعني هو كان من اليساريين الشرفاء واللي ليهم مواقف مشرفة في دفاع عن الحق، ويعني حضرتك كلمنا عنه أكتر، يعني من هو الأستاذ محمد ضماتي؟ الأستاذ محمد ضماتي هو من الأساتذة الأجلاء في جنوب القاهرة، وكان بدأ حياته يعني عاملا بسيطا، ثم ذاكر وأصبح محاميا، ثم محاميا مشهورا، ثم وكيلا لنقابة المحامين. كان يميل رحمة الله عليه نحو اليسار، ومع ذلك لا يحيد عن الحق أبدا ولا عن العدل، لذلك تجده في الملمات الكبرى
هو بجانب الحق والعدل وليس بجانب هؤلاء الظلمة مثل العديد من المحامين اليساريين الآخرين الذين مالوا نحو الباطل وبعدوا عن الحق نكاية في إذا كان الحق هذا مع التيار الإسلامي. لكن حقيقة الأمر الأستاذ محمد ضماطي ما تجد إلا مدافعا منافحا عن الحق سواء كان مع اليمين أو مع اليسار، وتجد مثلا يدافع عن النائب المرشد المهندس خيرت الشاطر في القضية العسكرية المشهورة في أواخر عهد حسني مبارك، تجد في نقابة المحامين لا يقف إلا مع لجنة الشريعة الإسلامية لأنه يعلم أن الحق في جانبها، ينزل على قوائم الإسلاميين لا ينزل على قوائم اليساريين ولا القوميين ولا غيرهم. تجد المدافع الأول عن الرئيس مرسي في القضايا الأخيرة تجده يجلجل في ساحات المحاكم ليدافع عن حق رغم أنه يعرف أنه قد يصيبه شرط من هذا الدفاع عن الحق وأهله. هو ده في الحقيقة كان سؤالي، يعني ألم يتعرض لأي لا لانت له قناة في حقيقة الأمر في هذه الأوقات العصيبة من حياة مصر، إلا أنه كان محاميا بمعنى الكلمة يعرف للحق وللعدل قيمة، فكان دائما يميل إليها رحمة الله عليه. وأحسبه أيضا في نقابة المحامين كان بنفس الطريقة، كان زميلا لي ولبعض إخواني في نقابة المحامين، فكان يميل دائما نحو الحق ويقف ضد بعض النقباء الذين يشعرون بأنهم يعني يشعر بأنهم طغاة، فيقف أمامهم وقفة قوية وحاول أن يسنيهم عما هم فيه. بنشكرك دكتور، رحمة الله عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى له الجنة يا رب أمين، وكل موتانا موتى المسلمين. بشكرك جدا دكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. فاصل ونرجع معاكم نبدأ الملف الأول اليوم للحديث عن يوم جمعة الغضب وحقائق عن المشاركات. من أبرز من شارك؟ لماذا تعتبر جمعة الغضب هي يعني كانت هبة شعبية واضحة تحرك فيها جموع الشعب المصري بجحافل يعني سقطت أمامها الداخلية؟ وهنتحدث في الحقيقة أيضا عن يعني في هذا الملف عن العسكر والثوار، وكيف كان العسكر دائما يلتف حول الثوار، وكيف يعني والى الان استمرار هذا المشهد هل هو مستمر ام لا؟ وفي النهايه هنتكلم عن تصريحات الدكتور محمود حسين الامين العام لجماعه الاخوان المسلمين في حوار اليوم مع موقع الجزيره، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. خلاص يا باشا الشعب ركب، دي كانت الجملة الأشهر في جمعة الغضب. الجملة دي اتقالت من نقيب شرطة لمدير أمن السويس اليوم اللي اتحفرت أحداثه في تاريخ مصر وترسم فيه مشهد جديد للشعب المصري العظيم اللي لما بيحب ياخد حقه وبيتحرك وبينتفض وبيثور بيتحرك وبيثور وبياخد هذا الحق. من 8 سنين الشعب خرج بالملايين في كل ميادين مصر عشان يقولوا للمخلوع مبارك ارحل، كفاية ظلم وفساد وقهر، وهتفوا في وقت واحد وبصوت واحد عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية. بعد 8 سنين عايزين في الحقيقة نعرف كتير من التفاصيل اللي حصلت ونعرف أحداث في ذلك اليوم وما الذي تعلمناه وأين تقف الثورة. هنكتشف ده وهنعرف التفاصيل أكتر مع ضيفنا في الاستوديو اللي بشرفنا البشمهندس مدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام لجامعة الإخوان المسلمين. أهلا بحضرتك معايا يا بشمهندس. أهلا بك يا فندم. شرف مهندس مدحت، يعني لما نيجي نتكلم عن يوم 28 يناير الكثيرين ممن تابعوا حتى الثورة أو تابعوا حراك الشباب يوم 25 يروا أن 28 كانت هي حراك الشعب بجحافله وبقوته من كل التيارات من غير أوامر، من غير ما يستنوا حد يقول لهم يعني حد يشجعهم، هم نزلوا بوعيهم وبإرادتهم في التغيير ليحركوا المشهد وتكون للثورة يعني جولات أخرى. كيف تتحدث أو إذا كنا هنبدأ بالتحدث عن 28 يناير، إيه أبرز الأحداث اللي حضرتك تحب تذكرها في الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هي الثورة اشارت أنها ثورة 25 يناير، صحيح، إنما الحقيقة الثورة الحقيقية كانت يوم 28 يناير. 25 يناير كانت بداية المناوشات مع النظام،
26 يناير كان ترتيبات وهدوء، 27 يناير الخميس كان بالليل حملة اعتقالات شرسة جدا على فقط قادة جماعة الإخوان المسلمين، 34 قيادة. لكن احنا طبعا لما تبدأ حملة الاعتقالات يعني مش عارفين هتخلص لحد فين. اتصل بي في هذه الليلة الأستاذ حسين محمد إبراهيم وقال لي أنه تم القبض على المهندس محمد إبراهيم من اسكندرية. نعم. توقعنا على طول يعني مستوى قبض عدد من القيادات، عشرات من القيادات. إنما يعني لأول مرة احنا بنقول هذا الكلام، كانت العدة معدة على أن كل شيء حيسير كما هو عقب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، مهما اختفى عدد من القيادات في هذا اليوم مهما كان حيحصل كنا هنتحرك. الحركة بدأت بعد انتهاء صلاة الجمعة. يعني حضرتك عايز تقول ان هم اتأخروا في قرار الاعتقال ولا خلاص كان الامر معد بشكل او باخر لو في اروقة جماعة الاخوان؟ يعني انتقلوا من اسكندرية المهندس محمد ابراهيم، الاستاذ صبحي صالح، الاستاذ دكتور حمدي حسن اعضاء مجلس الشعب. صحيح. بس احنا كنا توقعنا وقتها ان يعني الاعتراض تزيد عن كده اكتر يعني. لكن توقفت عند هذا الحد. و34 قيادة على مستوى مصر، منهم دكتور محمد مرسي ودكتور سعد كتاتني و باقي قيادات العمل الإسلامي في أعضاء مكتب إرشاد ومسؤولي مكاتب محافظات، عدد يعني ليس قليل من القيادات. يعني في عقب صلاة الجمعة كان هناك عدة خطوط كانت معدة، ست خطوط شعبية لمسارات المزارات في الإسكندرية. حدي إسكندرية برضو كنموذج لأن ده اللي أنا عايشه بنفسي. يعني كان المسار القوي جدا جدا مسار شرق اسكندرية من سيدي بشر لمنطقة فيكتوريا، خرجت مظاهرتين كانوا عدوا لهم انهم يلتقوا تماما عند مزلقان فيكتوريا. كان العسكر عسكر الشرطة كانوا واقفين عند مزلقان ترام جناكليس بيسدوا طريق الحرية بالكامل على المظاهرات. اللي حضر المشهد بعينيه بيقول ان الضباط كانوا واقفين بيتفرجوا يفرقوا عينيهم مش مصدقين الأعداد، مش قادرين يتخيلوا مشهد المظاهرات وهي قادمه. وبعدين حصل منظر عجيب جدا ان صفين شرطه اللي ورا بعض خدوا اوامر محدش سمعها، ففتحوا الطريق الاثنين وقفوا على الجنب وفتحوا الطريق تماما للمظاهرات. يعني هشعر في اللحظه دي ان مش هنقدر نواجه هذه استحاله مواجهه هذا الشعب بهذه الحشود بهذا الغضب الشديد في هذا اليوم على انتهاكات دامت 30 سنة على الأقل في عهد حسني مبارك أو 60 سنة من عهد العسكر. كان في كنيسة جناكليس، كنيسة كبيرة معروفة في الإسكندرية طريق الحرية. لما وصلت المظاهرات قبلها يمكن ب 150 أو 200 متر قبلها لقينا الكنيسة الحقيقة شباب الإخوان المسلمين وقفوا قدامها بالكنيسة مترابط شابك إيده في بعض كده، يعني صف واحد حتى لا يفكر اي احد، وما كانش في حد مستعد يفكر حقيقه انه يقترب من بوابه الكنيسه او يعبث باي شيء في حتى الكنيسه. حتى اتخذها نظام ذريعه كالمعتاد انه يوضح ان هي فتنه طائفيه وان هو حراك بين المسلمين والمسيحيين. كنا عاملين حساب كل كبيره وصغيره. اللعبه اللي كان بيلعبها نظام مبارك ولا زالوا العسكر بيلعبوها في الحقيقه. فمرت المظاهرات بكثافه عشرات الالاف من الناس. طبعا احنا كنا عارفين ناس هتتحرك لكن بهذا الحجم بهذا يعني الغضب. ما حضرتك عايز تقول ان ده كان حراك اللي كان بيخطط ليه من جهه الجماعه، لكن في النهايه اللي خلى العدد بهذه الضخامه هو مشاركات الشعب اللي نزلت قطع. مشاركه يعني بوعيها. لا يمكن تكون اعداد الجماعه باي شكل من الاشكال. يعني تخطيط الجماعه، قياده الجماعه، يعني الشارع ما ينفعش يتساب يعني استاذ احمد كده، لازم يبقى في توجيه ولازم يبقى في حفاظ على شكل الثوره وخطوط الثوره وعدم انحرافها عن مسارها الحقيقي. يعني فالتوجيه كان موجود والسيطرة على خطوط الحركة كانت موجودة، وغرفة العمليات كانت موجودة زي ما قلنا، كانت موجودة يوم 25 يناير ويوم 28 يناير كانت في منتهى الإحكام بتدير الإسكندرية بمنتهى الإتقان. طبعا الشرطة عندها غرفة عمليات والجيش عنده في المنطقة الشمالية غرفة عمليات والإخوان عندهم غرفة عمليات. فالشارع ما ينفعش يتساب وإلا يتعرض ل يعني مخاطر وأعمال بلطجة لا نستطيع إيقافها بعد ذلك يعني. وحصل جزء منها بسيط وليس كثير يعني. لما الشعب خرج بهذه الكثافات غرب اسكندرية، خرج الشعب غرب اسكندرية واتجه إلى وسط اسكندرية وأيضا منطقة الوسط مسجد القائد إبراهيم. نعم. والمنطقة الشمالية في سيدي جابر تحولت إلى كل هذه المناطق إلى مناطق ملتهبة جدا على إثرها
سقط التواجد الشرطي في الشارع السكندري تماما، زي في القاهرة اختفى الشرطة من شارع الإسكندرية تماما بالكلية قبل الساعة 5، اختفوا تماما. يعني تقريبا هو واضح انه ده الامر اللي اخذوه ده في الحقيقه. طبعا احنا حضرنا بقى في القاهره فكان الحراك ناحيه ميدان التحرير فكان واضح انه انهيار الشرطه كان بدا فعلا من بعد الساعه 4 انا اتذكر، لانه انا فاكره ان الناس صلت العصر وبعدين اعلنوا ان الشرطه انهارت وانسحبت من المكان. احنا كنا متلقى شكل الشارع من الناس المسؤولين يعني طبعا، فكل واحد بيقول ما فيش شرطه 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 راحت فين؟ احنا مش فاهمين يعني ايه ما فيش شرطه. فاكتشفنا الشرطه اختفت ضباط الشرطه غيروا ملابسهم وقالوا الشرطه اختفوا من الشارع. خلينا ناخد مع حضرتك دلوقتي مع مشاهدين انفوجراف عن المحطات الفارقه قبل 10 سنوات من انطلاق ثوره الغضب، ثوره يناير، ونرجع مع حضرتك تاني. حضرتك دلوقتي ابرز التغييرات اللي حصلت قبل الثوره في العشر سنين الاخيره والحركات اللي فعلا تشكلت وتكونت. هو هنا في الحقيقه الواحد بيجي في دماغه سؤال، يعني هذه الحركات جميعها توحدت في ميدان التحرير وقدروا يتفقوا على مطالب مشتركه وقدروا يتحركوا، لماذا لا زال هذا الامر يصعب تحقيقه الى الان؟ طيب قبل ما نخش في هذه النقطه يعني نود ان نرسل رساله تعزيه إلى أسرة المرحوم الأستاذ محمد ضماطي، هذا الرجل الشجاع الذي وقف وقفات قانونية هائلة في تاريخ القضاء المصري، توفي عليه رحمة الله مساء اليوم في القاهرة، نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. محمد ضماطي وقف معنا نحن الإخوان المسلمين رغم أنه رجل يساري، اتجاهه يساري، لكن وقف بكل قوة وجرأة في المحاكمات العسكرية السبعة التي أقامها مبارك لجماعة الإخوان المسلمين، وكان آخرها محاكمة المشهورة بغسيل الأموال اللي كان فيها المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حسن مالك والدكتور محمد علي بشر والمهندس أحمد شوشة والدكتور ضياء فرهاد، كل هؤلاء كانوا في هذه المحاكمة، وجاء الرجل ودافع عنا دفاع مستميت جدا رغم طبعا فداحة الأحكام اللي صدرت بعد ذلك، ثم مجرد ما قامت الثورة تم إسقاط كل هذه الأحكام بالكلية عشان نعرف يعني إيه معنى الأحكام العسكرية. صحيح. أحكام عسكرية أحكام سياسية هوائية على مزاج الحاكم القائم أو القاعد الآن على الكرسي، ما أن يختفي حتى تنتهي هذه الأحكام. هذا حدث أيام عبد الناصر وأيام السادات. الهوى على طول كان على الفريق سامي عنين، طبعا هو عسكري لكن يعني برضو حكم عليه بالعشر 10 سنوات بتهمة التزوير ومخالفة الانضباط العسكري. الحقيقة ده يعني أول حكم يصدر من عسكري ضد رئيسه، يعني عادة الأحكام العسكرية بتصدر ضد مدنيين، لكن أن يصدر السيسي حكما على سامي عنان، والسيسي هو السيسي صحيح كان رئيس مخابرات، سامي عنان كان يعني دافين ودافين يعني، فأن يصدر عليه حكم لمجرد أنه تجرأ وفكر أنه رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، يعني هذا يدل أو يبين للشعب من هو هذا السيسي. على ذكر يعني العزاء اللي حضرتك ذكرت له الاستاذ محمد ضماطي، الاخوان المسلمين ينعون المحامي الجليل محمد ضماطي في بيان اخرجته جماعه الاخوان المسلمين، ينعون فيه المحامي الجليل محمد الضماطي عضو هيئه الدفاع عن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي والوكيل السابق لنقابه المحامين الذي لقى ربه مساء اليوم، وقالوا في هذا البيان: لقد كان الراحل الكريم تقبله الله مثالا في الدفاع عن المظلومين ونموذجا في الوقوف بجانب المضطهدين مهما كلفه ذلك ومهما كان انتمائهم، رحم الله الاستاذ محمد الضماطي رحمه واسعه
واسعه واسكنه فسيح جناته والهم اهله وتلامذته ومحبيه الصبر الجميل وان لله وان اليه راجعون. بس على ذكر العزاء كان يعني هذا البيان خرج حديثا وقراناه مع حضرتك الان على الهواء. نعود لفكره التيارات اللي شاركت في جمعه الغضب وشاركت في الميدان وكان ليهم وقفه ووحده جعلت من الثوره يعني ثوره شعبيه لها يعني مطالب مشروعه اتفق عليها الجميع، لماذا الى الان يتعذر يعني ان يتحد هؤلاء مره اخرى؟ من اكبر اخطاء الثوره التي حدثت في تقديري الشخصي ان جماعه الاخوان المسلمين بحجمها وشكلها لم تستطع في لحظه من اللحظات أن تستوعب هذه المعارضة السياسية. نعم. وأيضا أن هذه المعارضة السياسية في لحظة من اللحظات لم تستطع أن تستوعب جماعة الإخوان المسلمين. حضرتك تتكلم عن خطأ مشترك وبدأت بخطأ الإخوان. نعم. الاعتراف بهذا الخطأ يقرب جدا مسافات فيما بعد. بعد 5 سنوات ونصف من الانقلاب العسكري في 3/7/2013 نستطيع أن نقول الآن أنه قد أدرك الجميع كل الحركات السياسية الوطنية الخالصة أدركت أن هذه الفرقة هي منتهى مبتغى العسكر والذي أدى إلى هذا التفرق هو العسكر في كل مراحل التفرق التي يعني في الثورة في 25 يناير الكل كان زي ما كنا بنقول إيد واحدة طبعا. الكل كان يعمل معا والكل كان يؤدي أداء منقطع النظير طب إيه اللي حصل؟ يعني دخل العسكر بين الفرقاء وفرقهم بهذا الشكل. لن ينتهي حكم العسكر في مصر إلا بوحدة هذه المعارضة كاملة مرة أخرى لتقف يدا واحدة في يد العسكر المتحرك. طيب قبل ما نشوف كيف أو ممكن تتم أو متى يعني توقعات حضرتك خلونا نأخذ مع حضرتكم تقرير الآن عن العسكر ومخططهم إلى الالتفاف حول الثورة ومحاولة تفرقة الثوار. نشوف هذا التقرير ونرجع تاني، ابقوا معنا. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. تحية خادعة من مجلس ماكر تآمر على الثورة منذ يومها الأول. المشاهد كانت واضحة للجميع من اللحظة الأولى ومحاولات الشرطة العسكرية بفض الميدان في جمعة الغضب لمعركة الجمل وسماحهم بمرور البلطجية لسفك دماء الثوار أمام أعينهم. وفي هذا اليوم نذكر بكل الفخر والإجلال أرواح شهداء ثورة يناير، وهذا كبيرهم يمارس بكل براعة دوره في المسرحية، يداه ملطخة بدماء الأبرياء في مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. ومخابراته العسكرية التي لعبت وقتها الدور الأهم في تفرقة الثوار بمساعدة آلة إعلامية ضخمة مولت بمليارات الدولارات من رجال أعمال المخلوع مبارك ودول خليجية كرهت الربيع العربي منذ يومه الأول. إحنا إيدينا تتقطع قبل ما تتمسك. صحيح صحيح. وجاء قائد انقلابهم العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر ليستكمل مسرحية القضاء على ثورة يناير بعد أن نجحوا في تفرقة الصف الثوري ما بين شهيد وسجين وشريد. يتقال إن ده حكم عسكر، لا والله ما حكم عسكر. وتمر الأيام لتكتمل الصورة ويتضح الوجه القبيح لعصابة العسكر بعد أن غرقت البلاد في خارطة الدماء والطغيان وأصبحت آمال المصريين معلقة بين حين وآخر بمعجزة من السماء تخلصهم من كابوس قضى ولو مؤقتا على حلمهم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. مدحت، لا زال العسكر بيلعب هذا الدور، نفس الدور في تفرقة الثوار ويعني محاولة إظهارهم متفرقين وتصيد الأخطاء وطبعا اعتقالهم وغيره. هل للإخوان دور في مناهضة فكر العسكر في تشتيت يعني معسكر الثوار باختلاف أيديولوجياتهم وأفكارهم؟ الحقيقة الدور مشترك، يعني ما يفعله الإخوان الآن وما يفعله المعارضة المصرية الوطنية
هو محاولة لفهم كل ما حدث، وهذا تم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم لماذا حدث، ثم كيف نتغلب عليه. اكتشف الجميع أنه للوصول إلى ما كنا فيه لابد من العودة إلى ما كنا عليه، لازم نرجع متحدين كما كنا بالضبط. طيب كيف نرجع متحدين؟ نضع نقاط محددة نتفق عليها، هذه النقاط نجتمع عليها كلنا، وهذا تم بفضل الله سبحانه وتعالى. والأيام القادمة ستثبت أن هذه المعارضة الوطنية قد وصلت إلى مرحلة النضج بعد 5 سنوات ونصف، ودي من أقل المدد التي احتاجتها ألوان المعارضة في المجتمعات البشرية بصفة عامة. يعني حضرتك بتؤكد الآن أن هناك حوارات بالفعل دارت بين الإخوان وبين يعني أو التيار الثوري بكل ما فيه في القلب منهم. نعم. الإخوان المحاولة إلى بعد ما وصلوا لمرحلة من الفهم ماذا حدث أن يصلوا كيف نواجه ما يحدث الآن. نعم. هل ده بالفعل يعني قريبا قد نرى يعني طرح تطرحه هذه الجماعة المعارضة أو المعارضة للانقلاب منذ اليوم الأول، بتطرح مشروع يستطيع أن يلتف حول الثوار مرة أخرى؟ بدأت أطروحات وبدأ التفكير فيها، واعتقدنا قريبا جدا سوف تصل الى مرحله يجتمع حول الثوار جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خليني انتقل مع حضرتك لنقطه جديده، وهي فكره صوره الصحفي المصور الصحفي طارق وجيه، وهو يعني صوره من اشهر الصور بتوضح ملامح الحزن اللي بتعبر عن يعني الشباب بعد 8 سنين من جمعه الغضب. هنشوفها مع حضرتك اهي الان. يعني كيف ترى هذه الصوره؟ يعني الشباب بالذات اللي شارك في ثورة يناير واللي حلم هذا الحلم ويرى الانقضاض على الثورة والانقضاض على حلمه والانقضاض على يعني حقوقه المشروعة وما وصل اليوم في يعني في معسكرات مختلفة، يعني حتى هيكون لنا فقرة بعد قليل عن هذا الأمر، لكن كيف ترى هذه الصورة؟ طب أشرح الصورة بسرعة. تفضل. ده الصحفي طارق وجيه، ده صحفي يساري. نعم. وطني يساري بيصور. هذا الشاب اللي واقف قدام عربية الشرطة اللي بترش المية، هذا الشاب من الإخوان المسلمين. الشاب ده صحفي يساري بيصور شاب من الإخوان المسلمين تنتهك أدميته بهذا المشهد أمامنا الآن. إنما هو واقف في مشهد وطني، لو أنا وقفت الوقفة دي الشرطة دي هتدوس علينا بالكامل. فواقف بمشهد يعني أنه يتصدى للشرطة بهذا المشهد. هو لوحده مفرده. يعني مشهد هي بيدل على مدى التجمع والاتحاد والوحدة التي كانت موجودة يوم 25 يناير و 28 يناير. مشهد طارق وجيه يعني بادي عليه مدى الحزن بعد 8 سنوات من التقاطه لهذه الصورة. 8 سنوات بالضبط النهاردة. أنا فاكرة يا فندم الفيديو ده أما شفته هو بيعرض على الهواء، أنا فاكرة وكان في صوت لامرأة بتقول وهي شايفة الشاب ده بيتحرك تجاه يعني المدرعة دي وبتقول راجل راجل راجل. يعني أنا أتذكر صوت المرأة اللي كانت بتعلق وهو واضح كانت واقفة جنب الصحفي وهو بيصور. بس عايز أقول الحقيقة اللي طارق وجيه يعني يعني مبرر الحزن مرور 8 سنوات مدى طويل يعني. إنما الحقيقة هذا المشهد لن يمحى من ذاكرة شعب مصر. يعني مشهد يجب أن نفتخر به لا نحزن عليه. النصر قادم قادم والثورة قادمة قادمة لا محالة. نقول هذا الكلام النهارده واحنا فيش في ايدنا حاجه. عندما تقوم هذه الثوره مره اخرى سوف يشهد الناس. ازاي الناس دي كانت عرفت ان في ثوره هتقوم؟ احنا ما بنقراش الغيب ولا بنضرب وضع، لكن الاحداث كلها التي ترتكب الان في مصر تؤدي الى قيام ثوره قادمه شعبيه لا محاله. بس في ناس بتقول خطم هالقيادات اللي كانت ممكن تقود هذه الثوره واللي كان حتى ليهم بعض المتنفس كان موجود في عهد مبارك، حتى لو نعتبر ان مبارك كان بيعمل ده يعني شكل من اشكال الضغط كانت عليه من امريكا في ذلك الوقت. حضرتك تتذكر انتخابات 2005 وما حدث فيها. نعم. والنسبه اللي دخل فيها الاخوان ايا كان الاسباب والمسببات. نعم. لكن في النهايه هذه المعارضه وهذه الوجوه التي تستطيع ان تقود هي اما في السجون يا اما منهم من استشهد او منهم من هو خارج البلاد. هل ممكن للشعب ان يتحرك في ثوره وهو لا يرى قائد او لا يرى يعني بصيص امل حد يمشي وراه؟ يعني هذه الوجوه التي غيبت هي الوجوه المعروفه، ولكن القيادات لا تنتهي ولا تنقطع. موجوده القيادات في الداخل وتستطيع بفضل الله عز وجل ان تقود ثوره شعبيه عارمه ضد هذا النظام. يعني ما يحول بينها وبين الحركه هي شده القبضه العسكريه الان في الشوارع المصريه. يعني مش معقول ان تحريف يوم 25 يناير بهذا الشكل، شوارع القاهره بهذا الشكل، والمحافظات بهذا يعني قبضه عسكريه. هي لن يستطيع السيسي ولا رجاله ان يظلوا قابضين على حكم مصر بهذه القبضه العسكريه. طب خلونا كده مع حضرتك ومع المشاهدين نسترجع مع بعض التقرير نشوف فيه ابرز الجمل والعبارات من قاده وزعماء تحدثوا عن الثوره بعد نجاحها. شوف هذا التقرير ونرجع تاني.
هذا ما قيل عن ثورة يناير اللي النهاردة بنشوف حتى في التلفزيون المصري، لو حضرتك بتتابع الفضائية المصرية يعني ساعات كده بالواحد بيفتح ويشوف الأخبار اللي بيقولوها، لا حاطين شعار كاتبين عيد الشرطة يعني ثورة يناير لغية تمام، بالرغم ان شفنا زعماء من العالم كان يتحدث عن ثورة يناير بهذه العبارات المشرفة للشعب المصري. يعني مش عارف هي ايه سبب استعادة عيد الشرطة، عيد الشرطة خلاص انتهى، والشرطة يعني في هذا اليوم يعني مش عايز اقول يعني اندحرت امام الشعب المصري، اندحرت نتيجة افعالها السيئة الظالمة تجاه الشعب. فانا بحتفل النهاردة بمناسبة اندحار الشرطة، يعني هل هذا معقول؟ يعني يسيء للشرطة من يحتفل لها بعيد بعد في يوم في هذا اليوم، يعني لانه يوم يعني لا يحتفل به منها، لكن يحتفل به الشعب بثورته في هذا اليوم. خليني انتقل مع حضرتك لمحور مهم، وهو اللقاء اللي تم اليوم مع الدكتور محمود حسين امين عام لجماعه الاخوان المسلمين، وحوار يعني مع موقع الجزيره نت، وقال فيه كلام مهم ومجموعه من التصريحات هنعلق على بعض هذه التصريحات ونرى تعليق حضرتك عليها. الدكتور محمود حسين يرى ان الثوره قادمه لا محاله. لماذا يثق هذا؟ يعني هو مش الدكتور حسين محمود حسين اللي يرى، يعني كل المراقبين المصريين والدوليين يروا أن مصر مقدمة على ثورة. يعني أعتقد أن أحد أسباب زيارة ماكرون اليوم للقاهرة هي يعني إعطاء إنذار أخير للسيسي، يعني إن لم تخف قبضتك عن هذا الشعب سوف تكون الثورة عارمة. طبعا احنا كنا هناخد الملف ده في الآخر، لكن حضرتك ترى يعني ممكن ناخد هذه النقطة انه زيارة ماكرون هذه يعني فعلا رسالة أخيرة للسيسي، برغم انه في اتفاقات أسلحة وفي استثمارات جاية الحديث الصحفي يقول كده، يعني الكلام المتبادل بين الاثنين لا ده كلام يعني مش لم يسبق الرئيس انه يتكلم بالطريقة دي مع السيسي في لقاء صحيح في مصالح اقتصادية، يعني 30 اتفاقية موقعة صحيح النهاردة، قبل كده غض الطرف تماما في مقابل 4 مليار دولار شويه طيارات رافال. انما الكلام النهارده كلام جديد خالص، لم يسبق رئيس اوروبي او امريكي يجي مصر ويكلم سيسي بهذه الطريقه. فواضح ان يعني من المشغول بالملف المصري الان او ملف المنطقه كلها في عندنا هنا المانيا وايطاليا وفرنسا، امريكا بتشيلتها شيء طبيعي يعني في عهد ترامب بالذات. ف يعني ترامب دعم للسيسي دعم كامل، حضرتك بتقول كده، يعني فبالتالي يرفع ايده عن الانتقاد، وان كان برنامج 60 دقيقه طبعا 60 ده موضوع ثاني، لا ده موضوع اعلاني مش تبع ترامب، لكن كسلطه تنفيذيه حضرتك ترى ان لا زال فرنسا والمانيا وايطاليا فرنسا هم المعنيين بالاهتمام بهذا الملف، لان المنطقه دي لو انفجرت هم اللي هيشيلوا نتيجه هذا الفرق. طيب نرجع تاني بس لخطاب الدكتور محمود حسين او حواره اليوم، خلينا ناخد مع حضرتك ومع المشاهدين ابرز ما جاء في تصريحات الدكتور محمود حسين ونرجع نعلق على بعضها، فابقوا معنا. نستكمل مع حضرتك باشمهندس يعني ابرز ما جاء في هذه التصريحات وبعض النقاط اللي اثارها وتحدث فيها دكتور محمود حسين، عندما قال ان يعني خلينا نقف على بعض ما قالوا عن الثوره، بان احنا في ايام الثوره، هو قال ان يعني كل انواع الحكم العسكري تنتهي بثورات شعبيه. نعم. هل هذا توقع منه في ضوء قراءته للتاريخ ام ماذا ترى؟ هو التاريخ بيقول كده، يعني ما فيش حكم عسكري استمر في بلد من البلدان مهما طال به الزمن، بينتهي غالبا بثوره شعبيه، وده اللي حصل في مصر وده المتوقع يحصل في مصر في المره القادمه باذن الله تعالى، استقراء للتاريخ. يعني قال ايضا ان الثوره اخفقت، من احد اسباب اخفاق الثوره هو عدم قدرتها على استكمال المسار الديمقراطي وحمايته. نعم. ما المقصود بالحمايه يعني المسار الديمقراطي؟ الحقيقه ده اللي انا بقوله، ان انا بحمل كل الاطراف مسؤوليه
يعني ضيع ثور. لو اتفق الجميع على هذا المسار الديمقراطي ما كان العسكري يستطيع أن يخترق المعارضة بهذا الشكل. إنما لما قسم المعارضة وفصل الإخوان عن باقي أطياف المعارضة استطاع أن ينفذ من خلال هذا الانقسام. لو حمينا المسار الديمقراطي بوحدة المعارضة المصرية الوطنية ما كان الانقلاب العسكري أن يتم بهذه الطريقة ولا بهذا الشكل. يعني هل الإخوان نفسهم يعني أخفقوا في احتواء المعارضة في ذلك الوقت أو ضمها لصفها؟ مش عايز أقول أخفقوا، لكن يعني كنت أأمل أن يكون هناك يعني بذل جهد أكبر من ذلك، رغم الحقيقة الدكتور مرسي بذل جهد ضخمة جدا مع المعارضة لاستيعابها، وكان فيه يعني نوع من العناد الشديد من المعارضة، لكن ما كانش حد متخيل أفاق هذا المستقبل اللي احنا واقعين فيه الآن. يعني حتى الإخوان نفسهم أو المعارضين الإخوان اللي وقفوا مع المجلس العسكري لم يتوقعوا هذا؟ هل ترى ذلك يعني أن هم كمان اللي وقفوا سندوا ذلك الوقت لم يتوقعوا أن تصل النتيجة بعد هذا الانقلاب لهذه الدموية وهذا الفساد وهذا؟ بدون أدنى شك لم يتوقع أحد أن تصل مصر إلى هذه الحالة إطلاقا، وإلا لكنا غيرنا مسار من وقتها. يعني ربما كان قصور في قراءة المشهد، ربما كان قصور في قراءة التاريخ عموما، عدم تدارك للمستقبل الذي يلعب عليه العسكر، ربما كان ثقة زائدة في العسكر، كل ده وارد يعني في هذه الفترة. وبالتالي وحدة المعارضة الآن هي التي تعيد المسار الديمقراطي مرة أخرى إلى شعب مصر. بعض النقاط اللي ذكرها الدكتور محمود حسين كانت تخص جماعة الإخوان، وأبرز ما قاله أنه قال أن جماعة الإخوان داخل الجماعة استقرت على كل المستويات. ماذا يقصد بهذا الاستقرار؟ يعني مع الانقلاب والعنف الدموي اللي استعمله السيسي وعصابته في مواجهة الشعب المصري وألاف القتلى والجرحى والمصابين في عموم محافظات مصر، ربما حصل رد فعل عند قطاع من الشباب، وهو أن هذا الانقلاب العسكري يحتاج إلى مواجهة تشبه ما يفعله بالمدنيين. هذا الفكر حقيقة ربما مارسه بعض الشباب لفترة من الوقت، أدى إلى يعني مش عايز أقول انقسام، ولكن خروج بعض الناس بعض الشخصيات بهذا الفهم إلى خارج نطاق الجماعة. أثر هذا الفكر لمرحلة من المراحل، ولكن بفضل الله عز وجل استطاعت الجماعة أن تستعيد كل أبنائها وكل شبابها و تحاول ينتصر لما يستمر الفكر الوسطي للجماعة اللي هي قامت عليه وظلت عليه طوال 90 سنة. الجهاد لا يكون موجه إلا لأعداء الوطن من خارج الوطن مثل الصهاينة والإنجليز وما إلى ذلك. أما أبناء الوطن إذا استغلوا ما تحت أيديهم من أسلحة فلن نجادلهم إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا الذي يجب أن نستمر عليه الآن. طب حضرتك إلى الآن لما بتحصل مناقشات مع الشباب بنجد أنه هناك من الشباب من يقول طيب إحنا لن نتطرف في اتجاه من اتجاهين، وده في الحقيقة موضوعنا في الملف اللي جه عن الفيلم اللي تعرض امبارح في الجزيرة والتحدث عن طائرات شبابية اللي انحرفت في أفكارها إلى اتجاهين متضادين. لكن هناك من قال لا إحنا يعني تركنا القضية تماما وأخذنا جانب واعتبرنا أنها قضية سياسية خاسرة، يعني ليست هي حق أمام بطن ولكن هي قضية سياسية خسر فيها التيار الإسلامي أمام العسكر. يعني هو نوع من القصور الفكري أيضا. يعني هذا الشباب طبعا يعني صغر سنه وعدم إدراكه لمسار الأحداث وعدم اطلاع على التاريخ يؤدي به إلى هذا المشهد. لكن أي واحد استقرأ التاريخ حصل إيه قبل كده؟ ليس هذه أول قاصمة أو ضربة الإخوان المسلمين. يعني في عهد الملك فاروق في 49 تم القبض على كل جيوش الإخوان المسلمين العائدة من فلسطين ودخلت في سجون العريش. في 54 جمال عبد الناصر المؤسس الحقيقي لمدرسة التعذيب في الواقع الإقليمي اللي احنا عايشين فيه في الدول العربية الإسلامية انتهك حرمات الإخوان المسلمين وبيوتهم وأقام مذبحة هائلة للإخوان المسلمين في 54 وفي 57 في طرة، ثم في 65 مذبحة أخرى للإخوان المسلمين. يعني ليست هذه أول ضربة. حسني مبارك أقام 7 محكمات عسكرية للإخوان المسلمين. أي تنظيم في الدنيا كلها تعرض لمثل هذه الأحداث ينتهي ويندثر. لكن كانت تخرج جماعة الإخوان في كل مرة أقوى مما كانت عليه. هل هناك خطة لإحتواء هؤلاء الشباب حتى يعني يعودوا مرة أخرى؟ يعني بس أقول لهم يعني استوعبوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. يعني هذه صحيح نحن خسرنا هذه الموقعة وهذا يعني احنا نوجه لهم رسالة، يعني ده المهم. استقرأوا التاريخ. التاريخ ليس عبارة عن انتصارات. هل لوحدهم يقوموا بده ولا يتم احتوائهم من مربين وقيادات تقوم بها؟ لا، الدور التربوي ده موضوع ثاني، لكن أنا أدعوهم بس لفهم حركة التاريخ. يعني حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم
في أحداث العشر سنوات في المدينة، أسست الدولة وتكون الجيش وبدأ الجهاد في سبيل الله ونزلت آيات الجهاد. حصل إيه؟ حصل وقعة أحد وحصل فيها ما حدث، حنين في أولها ثم في آخرها، حدث ما حدث. طيب يعني لازم نقرأ هذا التاريخ حتى نستوعب أن ليست هذه الضربة العسكرية هي نهاية المطاف. طب في بعض الكلام فنختم به مع حضرتك عن دكتور محمود حسين، قال أن هناك مراجعات وتطوير داخل الإخوان وهي عملية ديناميكية مستمرة. ما الذي يقصده بالمراجعات؟ يعني هل هي تمت أم ستتم أم لا زالت هناك نقاشات حول مراجعات فكرية؟ لا مش هنفضل نتناقش طول عمرنا، يعني الحدث حدث من خمس او ست سنوات. ما الذي تم يعني؟ ناقشناه وراجعناه وحددنا فيه يعني نقاط الصواب ونقاط الخطا وما كان يجب ان يتم في هذه المرحله ولماذا لم يتم في هذه المرحله ولماذا لم ندركه او نتداركه بعد هذا الموقف من المجلس العسكري وما تم في الاحداث في السنوات الاولى ثم بعد الانقلاب. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تم دراسته واستيعابه جيدا لانه سوف يكون له اثر في كل ما هو قادم في تاريخ مصر بإذن الله تعالى. طبعا دي نقطة في الحياة تحتاج حلقة لوحدها، لكن أنا حبيت أخذ من حضرتك تعليق عليه ونتمنى إن شاء الله تكون في حلقة. لا ونحن لا نتكلم عنها بوضوح كده يعني حاجات خاصة بالجماعة يعني. هنشوف طبعا حضرتك ماذا يعني. طبعا هو أحيانا بيريد البعض من يعني عارفين إن جماعة الإخوان ليهم قوة وليهم ثقل يريدون أن يعرفوا يعني ما هي أهم المراجعات، ما هي أهم الإنجازات أو ما هو الجديد في تطوير فكر الجماعة ومواجهتها لهذا الإنقلاب. نتمنى أن يكون في الحياة سعة صدر ويكون في يعني فقرات نستطيع أن نعرض فيها للمشاهد بعض هذه الأفكار وهذه المراجعات. نشكر حضرتك جدا مهندس مدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين على هذا اللقاء. مشاهدينا فاصل ونرجع معكم نستكمل فقراتنا وفيلم في سبع سنين. هذا الفيلم الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. بالأمس قناة الجزيرة عرضت فيلم وثائقي بعنوان في سبع سنين بيرصد بعض جوانب التحول اللي حصلت لدى بعض الشباب المصري خلال سبع سنين الأخيرة. الفيلم في الحقيقة ركز على مظهرين من هذا التحول. تحول لدى الشباب من يعني زي ما بنقول كده الطرفين متضادين أو متطرفين في كما تحدث الفيلم أو كما عرض وجهة نظرهم. لم يتطرق الفيلم كما قال البعض، بعض من نقدوا هذا أو هذا الفيلم من وجهة نظرهم رأوا أن الفيلم لم يتعرض لفئة أخرى من الشباب أيضا في مصر خلال الفترة الأخيرة. معرفش بقى هل هذا كان بقصد أم بغير قصد، هذا كما تحدث بعض المتحدثين، لكن قالوا أنه الفيلم تعرض إلى الذين ألحدوا يعني في شكل أشكال التطرف في التعامل مع الأزمة، وآخرين يعني اتجهوا إلى يعني كما يقال لداعش أو للجهاد المسلح كما تحدث البعض في داخل الفيلم. في الحقيقة بعض قال إن ما عرضه الفيلم من طرح هؤلاء الشباب وأفكارهم يعني في شكل من أشكال الظلم وعدم الإنصاف كما تحدث البعض، لانه يرون ان هذا التحول الذي حدث لم يحدث يعني للكثير، يعني لا زال هناك الكثيرين يعني ثابتين او حتى واخدين موقف حيادي او صامت او منتظر، لكن الفيلم عرض ان هذه الاتجاهات يعني اتجاهات يعني ترقى الى ان تكون ظاهره، او بعض المتحدثين قالوا انه الامر يعني يرقى الى ان يكون ظاهره، معناه انه انتشر بشكل كبير. ولكن من انتقد هذه الفكره راى ان هذه الاتجاهات لا تمثل عموم الشباب طبعا، ولا يمكن الحكم عليها بتعميم او بالتحدث عن انها ظاهره. تسليط الضوء على هذا النوع من التحول اكيد مهم ان نتحدث فيه، يعني أن يتم التسليط هذا أيضا نقطة يرى البعض أنها إيجابية، أنه تسلط الضوء هذا أمر هام لدق جرس ناقوس الخطر أو جرس الخطر الإنذار عشان المجتمع يحاول يبحث في الأسباب ويحاول يواجه هذه الظواهر أو هذه النماذج حتى لا تتحول إلى ظواهر يعني تغير في التركيبة الفكرية ويعني تمسك الشعب المصري بهويته المعروفة. في الحقيقة أن الشعب المصري حتى توافد عليه الكثير من الاستعماريين أو المحتلين، وبرغم من ذلك لا زال الشعب المصري أو يظل الشعب المصري بشبابه وبشيوخه وبنسائه يتمسكون بمبادئ لا يمكن التخلي عنها. ففكرة الإلحاد كفكرة أو فكرة الاتجاه إلى العنف كفكرة أخرى هي فكرة موجودة الآن بسبب لأسباب كثيرة هنناقشها مع حضراتكم بعد ما نعرض بعض الأجزاء، لكن هي في النهاية أمور مهمة. هناك من
الشباب من رأى أنه هايل جدا أنه تم تسليط الضوء على هذه المشاعر، أو كما قيل لي من أحد الشباب أنه حط إيده على الجرح. يعني لهم من الأصدقاء من تحولوا مثل هذه التحولات، فيرون أنه حد حط إيده على الجرح. طيب احنا معانا عبر الهاتف الان الدكتور تامر جمال، اخصائي الارشاد النفسي، للتعليق على بعض اجزاء الفيلم. خلوني الاول يعني اخد مع حضرتك يعني تعليق مبدئيا، هل حضرتك شفت بعض اجزاء هذا الفيلم، وكيف ترى ما حدث من تغيرات لهذا الشباب من الناحيه النفسيه؟ دكتور تامر حضرتك معانا؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور تامر، يعني احنا تحدثنا الان عن فيلم في 7 سنين حضرتك شاهدته كان بالامس، يتحدث عن تغيرات لنوعين من الشباب، من الحد ومن اتجه الى يعني الى العنف. كيف ترى هذا التحول النفسي للشباب في التعامل في الوقت اللي بيكون فيه استبداد او ديكتاتوريه؟ التحول النفسي مع اي ضغط، مع اي ضغط في الدنيا، مع شخص ديكتاتور، مع حادثة، مع حرب، مع بيت وقع، مع زلزال، دي حادث ضاغط، حادث صادم. من المؤكد نتيجة هذا الضغط الصادم أو الحادث أنها تحصل تغيرات. هذه التغيرات لا يمكن أبدا أن أطلق عليها ظاهرة، لا يمكن أبدا أن أخذ منها فرد أو اثنين ثم أقول أن هذا التحول حدث للشباب، لأن في عشرات التحولات. زي ما تفضلت حضرتك، تحولات خاصة بالإلحاد، تحولات خاصة بالعنف، تحولات خاصة بمزيد من الثبات، تحولات خاصة بمزيد من التكاتف، تحولات خاصة بتعلم الدروس. التحولات بتبقى نوعين، تحولات إيجابية بمعنى أن أنا أقدم وأفعل، وتحولات انسحابية، وجوه الاثنين بتبقى فيهم حاجات إيجابية وسلبية. لكن طبعا يعني تعليقي على فيلم 7 سنين الأجاف اللي مرت بيهم مصر، أن هو يعني قدم النموذج اللي نقدر نقول عانى من اضطراب فكري. بمعنى أنه استخدم النموذج الفرويدي، فرويد لما اتكلم عن التحليل النفسي استخدم نماذج مريضة، استخدم نماذج علشان يحللها. لا أقول أن الحالات التي عرضت مريضة، ولكن بلا شك تعرضت بصورة طبيعية لاضطرابات فكرية. لا يمكن أبدا أن نقول أن شباب الثورة وشباب مصر بعد هذا الضغط تحول الى ملحد ومنحل وخالع للحجاب او متجه الى العنف. ثم ما ينفعش ان انا اجيب نموذجين، النموذجين دول اعرضهم واقول مبرراتهم، والبنت تقول انا نلت حريتي بتحرري من الحجاب، وانا لقيت ان السكه هي المواجهه المسلحه. وبعد ما اعرض النموذجين دول وبروتهم في برواز فضي وذهبي جميل وحط تحتيهم خط، اقول انا بقى بتساءل هل هي حاله فرديه ام ظاهره؟ نعم يا اخويا. نعم طبعا اكيد مش ظاهره، لان انت لم تعمل عمليه مدح شامل. ثم التاكد العلمي من هذا البحث الذي اجراه مركز الجزيره للدراسات، ما قوه هذا البحث بمعنى قدرته على التعميم؟ احنا عارفين ان البحوث بتاخد نسبه، النسبه لابد ان تكون نسبه ممثله. ام هذه العمليه اللي حصلت، الدراسه اللي قام بها المركز، هي دراسه حاله وليست مفتوح تقدر تقول فيها نسبه 11% و30% و6%، كان 6% من الشباب من 18 ل 35% من الشباب ملحدين. هذه نسبه بالتاكيد علميا تدعوني الى الشك، هل اجريتها بنسبه العينه ام بنسبه دراسه؟ يعني حضرتك ترى ان هناك الحاجه الثانيه، حضرتك شايف انا طبعا حضرتك هتكمل، بس في نقطه هناك خلل علمي في هذه الدراسه. طب اتفضل. اتفضل يا دكتور. ارى هناك خلل علمي في هذه الدراسه من ناحيه انها دراسه حاله وليست دراسه نسبه ممثله، ان النسبه غير ممثله. لو كانت بالنسبه لم يخبرنا البحث العمليه الدراسه تمت ازاي. الحاجه الثانيه انه لم يعرض النماذج الاخرى، صحيح هو مش مكلف بعرضها، لكن هو عليه مسؤوليه اعلاميه ان هو جاب نموذجين بروزهم بلغه الاعلام، حط عليهم برواز فضه، حط عليهم برواز ذهب، حط تحتهم خط احمر، ثم يتساءل في براءه هل هي ظاهره ام حاله فرديه؟ لا يا سيدي، أرى هناك خلل علمي في هذه الدراسة من ناحية أنها
دراسة حالة وليست دراسة نسبة ممثلة. طب حضرتك بعض الشباب دكتور بعض كبرنا البحث العملية. دكتور تامر قبل ما حاجة ثانية انه لم يعرض النماذج الأخرى، صحيح هو مش مكلف بعرضها لكن هو عليه مسؤولية. حضرتك سامعني يا دكتور تامر؟ هو جاب نموذجين بروزهم بلغة الإعلام، حط عليهم برواز فضة، حط عليهم برواز داء. دكتور تامر حضرتك سامعني يا فندم؟ حضرتك سامعني؟ الو. طيب هو ما طيب هو واضح الكلام اتعاد، فعلا واضح ان في مشكله في الاتصال. عامه خليني اكمل مع حضراتكم كده بعض ما ورد في الفيلم. هو الدكتور تامر يرى انه تم تسليط الضوء على نموذجين فقط ولم يتطرق الفيلم الى نماذج اخرى ايضا من الشباب تتعرض لارتدادات نفسيه وفعليه كرد فعل عن ما حدث من ضياع حلمهم وضياع حلم الثوره وازدياد وتيره العنف ضد الشعب المصري والقتل والإفشال والإقهار والإذلال، فيرى أنه هذا الأمر فيه يعني خطأ إعلامي بالإضافة إلى يعني وصفه النفسي لهؤلاء الشباب. طبعا كنت أتمنى الدكتور لو عنده المزيد من الوقت ليتحدث عن هذا الأمر بشكل أكبر، لكن خلوني أرجع مع حضراتكم لنقطة مهمة، أن كل ما يتعرض له المجتمع المصري من هزات خلال السنين الأخيرة سواء بعد الثورة والتحول الإيجابي الحرية أو بعد الانقلاب، وكمية الجرائم والدم والظلم صعبة جدا، والظلم في الحقيقة بيكون هو مربط الفرس في قصة التحولات دي. رجع معنا الطبيب الدكتور تامر جمال مرة أخرى. دكتور تامر، يعني حضرتك كنت بتقول حضرتك شايف أنه هو ركز على نموذجين ولم يذكر نماذج أخرى تحتاج تسليط الضوء عليها، زي مين يعني حضرتك شايف؟ بالتأكيد حضرتك واضح أنك رافض هذه الفكرة يعني. أنا طبعا شيء يعني علميا احنا بنتكلم على اعلاميا وعلميا احنا بنقدم نموذج يشوفه عشرات الشباب، فلما يشوف بنتي وابني لما يشوف نموذج عنده مشكله ما بنسميها في علم النفس حاله فرديه، وبالمناسبه انا لست طبيب انا اخصائي نفسي سايكولوجي. تمام يا فندم. لما نتكلم عن حاله فرديه واقدمها اعلاميا فبعمل مشكله عند بنت طبيعيه. لما اجيب واحد بيتكلم عن انحراف سلوكي او انحراف فكري او انحراف جنسي واقول يا ترى هي ظاهره ولا حاله فرديه، وبعدين الحاله دي تبدا تعرض لي هي ازاي دخلت في ده وازاي حست بالحريه وبالانتعاش، صحيح في اسباب ومسببات، لا انا كمشاهد اخاف على بنتي وبنتي وابني خاف على نفسه، في نماذج اخرى لماذا لا نتكلم؟ وده طب دكتور تامر واجب الدراسه دي. دكتور تامر لكن انا بقول في نماذج ثانيه زي اسره طيب. التلتاجي مثلا كيف نموذج رائع وانا كيف بتفضل. كيف يكون يا دكتور تامر احتواء يعني هذه المظاهر حتى لو كانت فردية؟ يعني احد الشباب لما اتكلمت معاه قال لي هذا الفيلم يعني داس لنا على الجرح، بالرغم انه هذا الشباب او هؤلاء الشباب لا اتجهوا لا للالحاد ربنا يثبتهم ولا اتجهوا الى يعني التطرف في اتجاه العنف او غيره، ولكن قال ان هذا الفيلم داس لهم على الجرح وان هم شافوا اصدقاء من حواليهم بيحصل لهم كده، فعندهم حاله من الغضب والحزن وايضا شعروا ان الفيلم بيعبر عن حاله هم بيحسوها وشايفينها. الفيلم لا شك ان هو جريء، الفيلم يعني انا كمجمل معجب به مع بعض الاخطاء البحثيه والانتقال من العينه الى التعميم، لكن في المجمل هو طبعا جريء ان هو يتكلم في حاجه زي كده، لكن العله والمعلول السبب والمبني على السبب ما اقدرش اقول ان هذا الضغط هو اللي نتج عنه دوت، ما اقدرش اقول ان الضغط السياسي هو اللي نتج عنه دوت، لا المناعه عند هؤلاء الشباب ضعيفه. ناتج هذه المناعه بنتكلم عن مناهج التربيه، سواء مناهج التربيه اللي موجوده كحركات اسلاميه، مناهج التربيه اللي موجوده في الاسر، لان الصحه النفسيه لاي انسان زي عضلات في الجسم. ممكن لما يحصل شويه برد اثنين من العشرين الواقفين دول يقعوا. طيب يا دكتور جامد المره دي، لا الاثنين دول مناعتهم قليله لكن في غيرهم بيقدر يصمد وبيواجه هذا المرض، حضرتك عايز تقول كده بالظبط. طيب يا دكتور هؤلاء الشباب في منهم نماذج وهنعرض برضو فيديوهات للمشاهدين بعد قليل،
ممكن ترجع، يعني هؤلاء الشباب ممكن يرجعوا، لانه غالبا في زمن الفتن وضياع الحقيقه، وزي ما حضرتك بتقول المناعه ممكن تكون ضعيفه في تحملها للتقبل هذه الازمات المتتاليه، ممكن يفكر يرجع. فامكانيه هذا وكيفيه تعامل المجتمع معاه بتكون ازاي؟ بمنتهى البساطه بيرجع، لان هي ازمه مناعه بسيطه زي اي اضطراب. زي لو احنا ضربنا مثال شويه بالبرد، حد ياخد مضادات البرد وبيرجع طبيعي تاني بصوره طبيعيه. لكن انا لو رجعت للفيلم مره ثانيه. الو؟ طيب طيب للأسف الخط اتقطع، لكن خليني أكمل مع حضراتكم. نشوف كده يعني فيديو معانا الآن يعني عن فكرة أنه لماذا يعني فكرة الدفع أو التدافع إلى فكرة التطرف في بعض الأحيان، أو اللجوء إلى الفكر سواء بفكرة أو بالفعل وحمل السلاح، أو بصورة أخرى الهروب إلى مثلا إلى النسق العام والشذ عنه بالإلحاد أو الانحراف بشكل عام. كل دي كمية من الصدمات بيتعرض لها الناس وقت الفتن، وخاصة بعد ما حدث من الانقلاب، ودي طبعا من الدلالات أو المظاهر الخطيرة اللي ظهرت. فنلاقي شيوخ أو علماء بيأيدوا الظلم وسفك الدماء. خلونا كده نشوف هذا الفيديو ونرجع مع حضراتكم تاني. نزل قواتك، جنودك، انهي المضاربة العدوية أيا كانت الخسائر. فالدين معك، والله معك، ورسوله معك، والمؤمنون معك. ده جزء من الفيلم عرضه عن ما قامت به بعض من يسمون أنفسهم شيوخ، واللي في الحقيقة عملوا صدمة كبيرة عند الشباب، وبالتالي كل الصور النمطية عنهم ومكانتهم اللي كانت عند كتير من الشباب فعلا اتهدمت. والمشكلة مش بس في هدمها، لا، انه حقيقتهم اتكشفت امام شباب كانوا يثقون فيهم ويرون منهم رموزا. المشكلة الاكبر بقى كانت في حجم الصدمات اللي تسببت فيها هؤلاء النماذج اللي عرضناها في نفوس كتير من المتأثرين بهم، وافقاد الثقة في من يرونهم قدوة أو قيادة. ده في الحقيقة كان مهم جدا، أو من أحد النقاط اللي سلط عليها الضوء الفيلم للأسباب اللي خلت هؤلاء الشباب يتجهون إما للإلحاد أو للعنف. وخلونا نشوف هذا المشهد من الفيلم يعبر عن هذه الفكرة بالذات. ممكن تكتبي ربنا رسالة تقولي اكتبي لوحدها. مش جاهزة. هتقولي له مش جاهزة أكلمه. مش جاهزة تكلمي ايه؟ معنا الآن عبر الهاتف الشيخ يوسف عبد الدايم، أحد علماء الأزهر، للتعليق على هذا المشهد بالذات. السلام عليكم يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا فندم. شيخ يوسف، الفيلم بيعرض أنه بعض النماذج اللي اتجهت للإلحاد، مش بس ترك فرائض من الإسلام، لا، هو إلحاد وعدم الثقة في عدل الله سبحانه وتعالى في الأرض. يعني هل ترى أن لهؤلاء الشباب أسباب ومبررات تدعوهم لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني في البداية أنا عاوز أقول إن الفيلم الوثائقي اللي عمله الأستاذ محمد عقل تحت إشراف قناة الجزيرة هو فيلم بيخاطب ظاهرة إنسانية. نعم. في البداية يعني ظاهرة إنسانية لمجموعة أو فئة من الشباب. حاول إن هو يغطي الجانب اللي ذهب لأقصى اليمين والجانب اللي ذهب لأقصى اليسار. نعم. انت حضرتك بتسالي الان ان الشباب دول بالفعل هل لهم سبب ان هم او مبرر ان هم يلجأوا لهذا الطريق اللي هم موجودين فيه؟ بنقول ان هنا الاشكاليه اللي احنا شفناها داخل الفيلم نفسه. ان الفيلم وصف جزء من الناس او جزء من الشباب الموجودين اللي هم داخل الفيلم وأسقطهم على المحيط العام للشباب الموجودين فترة الثورة. وده اللي هيظهر في نهاية الفيلم في ذكره لبعض الأرقام اللي ذكرها، إن في عندنا حوالي بتاع 4% من الشباب
سن من تحت سن ال 35 اصبحوا ملحدين. نعم. ودي مشكله كبيره جدا، يعني الرقم ده انا مستغرب منه ان هو يكون موجود بهذه الصوره. ولكن ارجع للسؤال بتاع حضرتك اللي بيقول ان هل هم بالفعل لهم مبرر لهذا الامر او ما لهمش مبرر؟ انا لما شفت الفيلم شفت ان هي عباره عن يعني الحالات اللي اتذكرت، انا ما بتكلمش على المجمل اللي هو بيتكلم فيه، ولكن بذكر على الحالات اللي اتكلمت في الفيلم. بنت بتقول انا كنت بلبس النقاب لان الشيخ محمد حسين يعقوب بيقول ده بيحمل بنتي من التحرش. فلما لبسته وحصل لي تحرش انا فكرت اقلعه. نعم. والثانيه بتقول انا كنت بتكلم على الحريه. الحريه. فخطبت نفسه قدام المرايه وانا واقفه، طب انت هل انت حره في جسدك ولا لا؟ انا خايفه وانا خارجه ان انا المجتمع ما يتقبلنيش. فانا عملت حاجه وخرجت للكورنيش، ومسافه ما خرجت للكورنيش وضرب الهواء في شعري حسيت ان انا عملت حاجه مختلفه. فديت بترجع لعمليه احنا بنسميها غياب القدوه امام الشخص نفسه زائد الفراغ الموجود في حياته. هو بيعمل ايه؟ زائد هو فاهم فهم خاطئ لدين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل في الارض اسباب، يعني ان الله ينصر الدوله عاجزه وان كانت كافره، سنه من سنن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا ينصر الدوله الظالمه وان كانت مؤمنه، سنه من سنن الله سبحانه وتعالى كثير عليها الامه الاسلاميه او يسير عليها الكون كون الله سبحانه وتعالى. فهو مجرد ما يجي امام ذهنه يقول لا انا بحثت عن الله سبحانه وتعالى في الناس حوالي، انا كنت شايفاه حاجه كتير من همك عليها كلها وفجاه ما لقيتوش قدامي. هو فين في الناس اللي في السجون؟ هو فين في الناس اللي في المستشفيات؟ هو فين عند المشردين؟ هو فين عند كذا؟ هو فين عند كذا؟ لو تدخل الله سبحانه وتعالى في كل شيء احنا عمليه الحساب في الاخره. لماذا الجنه والنار؟ طب ما كان خلاها جنه من البدايه وما كناش جينا في الارض من الاساس. هو مش واخد، مش عارف او ما شخص باله من فلسفه الحياه. اني جاعل في الارض خليفه، الناس بتخلف بعضها بعض. هل حضرتك يعني خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه نجعل له سميعا بصيرا، ربنا يجعل لك كل شيء في الكون. شيخ يوسف هو مش واخد باله من الفكره دي. شيخ يوسف خليني اسال حضرتك سؤال، هل ترى ان الردود من وجهه نظرك على الافكار اللي بيعرضها الشباب دي او التساؤلات اللي بتيجي في دماغهم بتخليهم يتركوا الدين او يتركوا الايمان بالله، هل يرد عليها بالدين ام يرد عليها بالفكر؟ يعني من وجهه نظرك ايه اللي اثر فيهم؟ بص يا استاذ صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هو الانسان كل انسان له طبيعه خاصه بيه. يعني احنا لو جينا نشوف الحاله بتاع البنتين اللي كانوا موجودين، طب خلينا نشوف واحده منهم. شيخنا معلش خلينا نشوف واحده منهم مع حضرتك دلوقتي مع مشاهدينا فيديو، ونرجع ناخد تعليق حضرتك نشوف بتقول ايه. اتفضل. سرحت شويه انه انا عماله اقول للناس الحريه ان انتوا احرار، من حقكم تعبروا عن رايكم، من حقكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. طب انا ما من حقكم تختاروا. طب انا اخترت ايه بقى من اللي انا فيه دلوقتي؟ فاول حاجه وانا واقفه قدام المرايه بفكر، اول حاجه جت ان انا شكلي، انا ما اخترتش مظهري، يعني انا ليه محجبه؟ انا ده حصل لي انا ما اخترتوش، يعني طب انا ليه متمسكه بيه طالما ما اخترتوش؟ وابتديت افكر في الموضوع من هنا، وقررت انه حتى لو ده فرض انا مش حباه فمش هينفع اعمله وانا مش مقتنعه بيه. قررت ان انا هخلع الحجاب وانا ما اعرفش هو فرض ولا لا، يعني ما اقنعتش نفسي انه مش فرض لان فعلا ما كنتش اعرف. وقفت في مدخل البيت انا خايفه اخرج الشارع، الناس طب هيشوفوني هيقولوا لي حاجه، هيبصوا عليا. فضلت افكر في حاجات كتير قوي لحد ما انهارت، قعدت اعيط في المدخل، انا مش عارفه اخرج، مش قادره اخرج الشارع. فطلعت تاني البيت، اول ما خرجت الشارع انا يا جماعه انتوا بتبصوا عليا ولا لا؟ طب ما حدش واخد باله ان انا فيها حاجه مختلفه، مش هتقولوا لي حاجه، ما حدش هيشتم حتى اي حاجه. اول ما خرجت من المنطقه بقى اللي انا ساكنه فيها حسيت ان انا منطلقه تماما، يعني ما فيش حد يعرفني. فطلعت فضلت ماشيه بقى، انا ماشيه في الشارع مش عايزه اركب مواصلات، انا عايزه افضل ماشيه في الشارع. طلعت على الكورنيش فالهواء كان بيطير شعري، انا ما حسيتش الشعور ده من زمان قوي. دي كانت اسعد لحظه في حياتي على الاطلاق.
شيخنا، يعني حضرتك احنا عرضنا الكلمة اللي قالتها او التعليق اللي قالته البنت اللي بتكلم فيه مع نفسها والحوار اللي دار بينها وبين نفسها، شايف ده أسبابه إيه؟ ضعف الإيمان، ضعف الفكرة، ضغوط اجتماعية، أسلوب تربوي خطأ، كيف ترى؟ أنا شايف إن البداية كانت أو بداية المشكلة عندها كانت موجودة في عند البيت من البداية. البنت وهي واقفة بتقول لك أنا واقفة قدام المراية عاوز أشيله، هو يعني مش هتفرق معايا، أنا مش عارفة إن هو كان فرض ولا مش فرض، يعني أنا ما حاولتش أقنع نفسي بالنقطة دي. هي ظهرت ان في سنها وهي عندها 11 سنه قال لها البسي قطعه القماشه دي، فلبستها مش اكتر من كده. ده اللي عمله البيت، ما اسستش في البدايه عندها فكره ان الله سبحانه وتعالى امرنا بعده امور منها كذا واسباب هذا الامر. يعني هو القران الكريم اول ايه نزلت فيه اقرا باسم ربك الذي خلق. القران الكريم فيه لقوم لعلكم تعقلون، لقوم يتفكرون، لعلكم تهتدون. فالقرآن الكريم دائما بيخاطب عقل الإنسان قبل أن يخاطب الوجدان عنده. يعني الإسلام لما جه يخاطب في الناس في العرب خاطب فيهم الفطرة السوية الموجودة عندهم، إزاي أنت تعبد الصنم لا يضر ولا ينفع. هو خاطبه بعقله الأول قبل ما يخاطبه أن الله سبحانه وتعالى بيأمرك أن أنت تعبده ولا تعبد إيه؟ ولا تعبد سواه. أنا شايف إن البنت هنا في البداية هنا في النقطة دي لم تؤسس على شيء. نفس النقطة الثانية عند البنت الأخرى اللي كانت بتقول أنا كنت بروح عند الشيخة اللي بتعلمنا، بتقول المسلمين اللي هم مش مسلمين، بتتكلم عن كل التيارات الأخرى اللي هي بتختلف معاها لأنهم مش مسلمين، فبتشككها يعني في المختلفين معاها. المسلمين اللي هم مش مسلمين، اللي ده يبقى زنديق ودي اللي هيبقى كافر ودي اللي هيبقى فاسق. عفوا، وبدات تصنف المجتمع على اساس اللي الشيخه بتاعتها بتقولها اللي هو حجب الرؤيه للانسان عن الاسلام. فاصبحت شايفه الاسلام بمنظور الشيخه الموجوده عندها. مجرد ما خرجت من هذا الامر ومن هذه البوتقه ومن هذا الاطار تمام، اهتزت صوره الشيخه مباشره. طيب انا عايز القصه اللي كانت موجوده عند الشاب اللي كان بيقول انا كنت لغايه اعدادي كنت موجود في مجتمع كان انا معتقد ان هم كلهم زي كده بالصوره دي، فلما خرجت بره وخد اول صدمه من الصدمات بتاعته في المجتمع اهتز ان هو من الداخل لم يتعلم شيء عن دينه. شيخ وإذا يوسف، المشكله تكمن هنا شيخ يوسف. طب الفكره كلها انه طب الشباب لما بيشوف نماذج وبيصطدم فيها او الناس بشكل عام عندما يعود او يرجع بقى عن النماذج اللي صدمته دي، لماذا يترك الدين كله او يترك الامر كله؟ يعني لماذا لا يبحث مثلا عن الحق مع شخص اخر؟ فيعني لماذا يبحث عن الحق في الرجال ولا يبحث يعني عن الرجال في الحق؟ يعني هذه الفكره هل هي مش واضحه ولا ده بيكون لي اسباب اخرى في فهمهم للعقيده نفسه؟ دعينا نقول يا استاذه ان نحن لما بنتكلم الان عن احنا بنتحدث عن الفيديو، لا نتحدث عن عموم الشباب اللي تعرضوا للضغوط. يعني بس عشان تكون الصوره واضحه لدى الساده المشاهدين، ان احنا في عندنا 250 الف معتقل. نعم. تم اعتقالهم داخل البلاد الاسلاميه، مش بقول مصر بس. يعني ناس موجوده في مصر، ناس موجوده في سوريا، ناس موجوده في ليبيا، ناس موجوده في العراق. والناس ثابته، ما حدش ساب دينه وتركه، ما حدش خرج بالصوره الموجوده دي. وانما بنتكلم عن حالات تعرضت لبعض الامور النفسيه التي تحتاج الى علاج، تحتاج الى طبيب يعالج، طبيب ثقه يعالج الانسان حتى يتخطى. طب شيخ يوسف، هذه المشكله. طب شيخ يوسف قبل ما حضرتك تكمل، بلوم يعني شايفه ان هو خطا في التناول، خطا في تناول الفيلم نفسه. ان هو لم يذكر او لم ياتي باطباء نفسيين، لم ياتي بعلماء دين يحللوا هذه. هو عرض الصوره بس. طب شيخنا معلش، في صوره برضو اخرى عرضها الفيلم لازم ناخد منها فيديو كده عن الذين اتجهوا الى الاتجاه المسلح او العنف، حتى ومنهم يقول انه سالوا حتى واحد فيهم طب انت عايز ترجع ينفع ترجع لحياتك الطبيعيه؟ قالوا لا صعب، ده لازم يكون بترتيب. يعني المهم خلينا كده نشوف نموذج لهذا الشباب ومنطقه في هذا الاتجاه، نشوفه مع حضرتك ونرجع تاني. فين النموذج اللي اسمه دوله اسلاميه وخلافه اسلاميه اللي انت عايزه، اللي انت عندك استعداد انك انت تفني نفسك عشان خاطر تجيبه؟ لا، هو انا كنت فاكر ان هم الناس اللي هنا
كنت فاكره واظن كثير من الشباب اللي جه هو كان فاكر ان التنظيمات هذه الجهاديه ستطبق ما يقولوه في الكتب، لكن هو حقيقه انه ليس كذلك. طيب بدل انت مختلف بهذا الحجم وبهذه الجذريه، ليه مستمر؟ هذا سؤال تأسيسي. مش عارف كيف اجاوب على السؤال ده. مسألة عودتك للحياة تاني، الحياة العادية، صعبة صعبة، وبالتالي محتاجة ترتيب، فنحن في فترة الترتيب انا والشباب اللي زي. معنى يا شيخنا الكلام اللي بيقوله دلوقتي الشاب ده ان هم افتكروا ان هم بيسعوا على فكره جميله وفيها فكر الخلافه وفيها فكر الاسلام ونصره الحق بالسلاح والقوه والجهاد، لكن وجد ان اللي جه يقف معاهم لا يطبقون اللي هم كاتبينه، بالتالي حتى رجوعه بقى صعب. في اشكاليه يا استاذه، يعني هو بعض الطيارات المسلحه الموجوده داخل سوريا اول ما تمسك الشخص الموجود ده يوصل بيقوم ماسك جوازه سفر مسلمه وهم يقوموا مولعين فيه او مقطعين. ايوه. وبالتالي ما عادش يعرف يرجع للمكان اللي جه منه، فبيحتاج لترتيب. دي نقطة. النقطة الثانية هو بيشاف ان المجتمع الموجود مجتمع جاهلي، يعني الشاب اللي كان موجود الثاني غير اللي كان بيتكلم لحضرتك على طول الان. بيقول له انت كنت الاغاني، بقول له ايام المجتمع الجاهلي، قال له ما دي ايامك، قال له ايام ما كنت على الجاهلية. يبقى هو شايف ان المجتمع نفسه جاهلي، فكيف سيتعامل معه بعد ذلك؟ المجتمع الجاهلي يعني مجتمع كافر. يعني مجتمع لا يسير على النهج الاسلامي. يعني حتى وان كانت الدوله لا تحكم بالاسلام، ولكن هو في الاول وفي الاخر المجتمع يتكون من مجموعه مسلمين طبعا، سواء كانوا يسيروا او لا يسيروا، فهو شايف ان هو يتعامل مع الناس دي ازاي؟ صعب. انا كنت ماشي مع الاخوان او ماشي مع دولت قلتهم ما خرجتش من الاسلام. طب شيخنا في سؤال اخير بس عشان يعني الوقت بيجري معايا، متى يعود هذا الشباب من النموذجين اللي احنا عرضناهم او الفيلم عرضهم طبعا، متى يعودوا الى الطريق مره اخرى؟ يعني هل يجب ان يتغير المناخ، الجو السياسي، ان يكون هناك حكم عدل، ان يكون هناك اسلام؟ كيف يعودوا مره اخرى للمجتمع ويعودوا للحياه الطبيعيه مره اخرى؟ انا بس قبل ما اجاوب على النقطه دي هذكر لحضرتك نقطه. كنت انا في فتره بتحدث مع احد علماء دوله سوريا، بعد بسالهم بعد مذبحه حماه اللي تمت في ايام حافظ الاسد. صحيح. وخروج العلماء والمصلحين والدعاة من التيار الاسلامي عموما من سوريا. فبقول له ليه العلماء اللي فضلوا، يعني كان مجهودهم ايه؟ قال على الرغم ان كان مجهود العلماء ضعيف، كان هتبقى عملية التجهيل للشعب السوري هتبقى بصورة قوية وصورة صعبة. واللي احنا بنقول الآن ان العلماء لو رجعوا للعمل مرة ثانية لبيوت الله سبحانه وتعالى اتفتحت، الكتاتيب بتاعة القرآن الكريم اتفتحت تاني لفم إغلاقها، الأنشطة اللي كانت بتعمل في النوادي الاجتماعية، في النوادي الرياضية، في المدارس، في كل مكان، حتى السجون كانت بتعمل فيها هذه الأمور، اتفتح المناخ الديني. أنا بقول لحضرتك إن كان عندنا ما هو أشد من ذلك، كان التيار الاشتراكي كان أيام عبد الناصر، وكان الناس بتساس بالقوة، وتم ضرب الأزهر، وتم ضرب اللي كانت تعتبر المؤسسة القوية في ذلك الوقت بقانون تطوير الأزهر كما يسمونه، يسمونها في ذلك الوقت. بمجرد إن تم فتح المناخ السياسي في أيام عادت الناس مرة في بداياته، صحيح، عادت الحياة مرة ثانية. بشكرك جدا الشيخ يوسف عبد الدايم، يعني أحد علماء الأزهر، على هذه المداخلة. ومعنا الآن عبر الهاتف الأستاذ إمام الليسي الإعلامي. السلام عليكم أستاذ إمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إمام، تابعت الفيلم وطبعا حضرتك ليك رأي في المعالجة الفنية أو المعالجة الإعلامية لهذا الفيلم، كيف ترى هذا الفيلم من وجهة نظرك؟ طيب أنا يعني أنا مصدوم من أن يكون هذا هو إنتاج الجزيرة الوثائقية أولا، لأنها بتفقدنا الثقة في مصداقية الجزيرة الوثائقية اللي هي القناة اللي احنا تعلمنا واحنا بننتج لها كيف نكون محايدين. المشكلة أن الفيلم مصنوع في اتجاه واحد، ودي من الافلام النادره اللي انا بشوف الجزيره يعني بتنتجها في اتجاه واحد. دي ما بتحصلش الا في قضايا معينه وخاصه يكون الجزيره عايزه توصلها. الغريب انها المره دي جايه في قضيه فكريه مش في قضيه سياسيه، يعني وده
أغرب ما يمكن أن أراه في من محاولات يعني إيه عدم المهنية في الإنتاج. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفيلم في بنية الإعداد بتاعته في تدليس ضخم جدا. تدليس ده بالمناسبة يعني إيه أقرب لتدليس أمريكا كده في العراق. يعني أمريكا في العراق عملت إيه؟ كانت بتقول لنا سنة وشيعة وأكراد يعني عشان يقسموا العراق لمكانتونات. وأنا كنت بسأل حتى بريمر مرة إحنا في العراق، بقول له ما هو يا سنة وشيعة يعني يا مسلمين ونصارى ويهود وسنة وشيعة ونصارى يا عرب وأكراد، يعني اختار لي حاجة من الاثنين. فهم الفكرة الأمريكية دي هي فكرة غريبة جدا في التدليس. احنا لما بنتفرج على البرنامج اللي على بتاع المنتج ده، الفيلم المنتج، بنلاقي ان فريق الإعداد واخد اتجاه انه بيكلمنا عن شخصيات عندها حالة انسحاب، سواء انسحاب خاطئ يعني انسحاب ناحية الإلحاد او انسحاب خاطئ ناحية العنف. تمام. لكن في الانسحاب الخاطئ ناحية الإلحاد احنا عندنا نموذجين، نموذج فيه إلحاد ونموذج معترض على الحجاب او النقاب او وقلبت معه. وبعدين لما بيجي في الاخر وهو بيؤكد الرسالة بتاعته منتهى التدليس، هو بيقول لي 4% إلحاد، 11% مش عارف يرفضون خلع الحجاب، 24% يرون أن الحجاب. إيه العلاقة ما بين هذه الأرقام وما بين فكرة الإلحاد والعنف؟ يعني أنت أولا ما جابش منظومة العنف كام في المية، دي نمرة واحد. وبالتالي أنت عندك جزء كبير من المنتج اللي أنت بتكلمني عنه غايب عن البحث اللي أنت بتقول أنك عملته بمصداقية وحققت فيه. وعملت أنا كراجل بيكتب سيناريو لهذا الفيلم، اقول لك ان في مشكله كبيره. طب هو مركز الجزيره للابحاث هو اللي مقدم الاحصائيات دي استاذ؟ انا كشخص بينتج هذا العمل وبيكتبه او ككاتب او معد في هذا العمل او سيناريست لهذا العمل، ما دمت بعتمد على ارقام وتحليلات واحصاءات لابد ان ادقق هذه الاحصاءات، لان انا بقدم فيلم وثائقي مش بقدم فيلم درامي. لو انا بقدم حاجه دراميه فيعني الخيال واسع، لكن ان انت تاخدني في اتجاه الدراما وانت بتدعي ان ده وثائقي فده تدليس، لان الوثائقي المفروض ان هو بيعتمد على الوثيقه. الوثيقه نفسها هنا مصوره فيها تدليس كامل جدا من ناحيه انت رايح في انهي اتجاه، رايح في اتجاه الالحاد والعنف. طب حضرتك شايف علشان يكون الفيلم ده نموذج للفيلم الوثائقي اللي بيعرض لما يعني لوقائع اتعرض لها الشباب في ظل الدكتاتوريه واستبداد، كيف يكون متكامل من وجهه نظر حضرتك؟ ما هو يا اما الفريق عنده جهل من اول المذيع وانت نازله لغايه المخرج، يا اما المنتج عنده جهل. انا ما اعرفش مين المنتج، في جهل في هذا الفيلم مطبق. يعني الجهل المطبق ياتي فين يا استاذه دينا؟ اولا نسبه 4% في اي احصاءات في الدنيا او اي بحث في الدنيا، بعيد عن اللي قاله كمان الاستاذ تامر جمال. يعني الاستاذ تامر جمال قال ان الورقه تحكيميا فيها مشاكل ويتبنى العوار. خدي بقى كمان ان 4% دي لا ترتقي لنسبه الظاهره، علشان يبقى في حاجه بنقول عليها ظاهره، عشان اقول ان انا عندي ظاهره الحاد لازم اوصل ل 7%. لما هم جم يغطوا على عوار التدليس ده راحوا عاملين ايه؟ واخدين 11% خلعوا الحجاب، 24% بيقولوا ان الحجاب مش فرض. طب دي بالنسبه لنا كمسلمين مجرد معاصي بالمناسبه. ما هياش الحاد، ما هواش راح على الذات الالهيه. ايه علاقه ده بالذات الالهيه؟ البنتين اللي هم ما لهمش علاقه بالذات الالهيه في الحكايه دي، او ان هم الحدوا او ما الحدوش، دي ما تعنيش ان الكلام اللي انت بتقوله صادق. دي نمره واحد. فعلشان انتج عمل زي ده بشكل وثائقي لابد ان انا اجيب الراي والراي الاخر. دي نمره واحد. نمره اثنين، اجيب الشباب اللي اجيب العينات من الشباب اللي تعرضوا لهذه الهزه وازاي عالجتها وازاي اتعالجت، وعينات من الشباب اللي ما تعالجت اللي هي شافت ان هذه الازمه عدت وهو عنده مشاكله النفسيه لكنه ما حصلوش الحاد. نمره ثلاثه، فين بقى دراسه سيكولوجيه الالحاد في هذه العمليه؟ يعني فين الاطباء النفسيين في هذا الفيلم؟ فين المحللين النفسيين لهذه الشخصيات عشان يقولوا لنا هو اللي حاصل ده حاله خاصه وفرديه ولا حاله؟ انا حالتك شايف ان هو عرض للحالات فقط وترك لهم يعني التبرير الافعال دون طبيعي، دون يعني ان يعرض ممكن التحليل حتى
تحليل نفسي او التحليل العلمي لهذا الامر، حضرتك بتاخد على الفيلم هذا الامر يعني؟ نعم، اولا في حاجتين يا استاذ دين. انا ممكن اكون انسان رقيق المشاعر، يعني زي مثلا الولد اللي هو الحد اللي هو اسمه حسن البنا، اللي عايش طول عمره بيغني في الاخوان وكان بيحلم انه يبقى حسن البنا، فاكيد هذا شخص رقيق المشاعر. فقد اخوه وفقد مش عارف ايه وفقد ايه، يعني فقد حاجات كثيره في حياته، ومش لاقي ان الطرف الاخر قادر يعوض هذه الاشياء عنده، فسقط في الطريق، حصلت له مشكله نفسيه. تمام، ده ممكن تحصل. طب خلونا نسمع مع حضرتك. بالمناسبه احنا حتى من التاريخ الاسلامي لما حصلت الازمه بتاعه مقتل السيده سميه وتعذيب المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يروحوا للحبشه. تمام، في واحد من المسلمين اتنصر اللي هو كان زوج ام حبيبه بنت ابي سفيان اللي بقت كده بعد كده ام من امهات المؤمنين. صحيح، ام سلمة. طب خلينا ناخد مع المشاهدين وحضرتك فيديو اخر من الفيلم ونرجع نعلق عليه. الحريه انتوا احرار. انا بساله انت بتعذب ليه؟ بتعذب عايز اعترافات؟ قول لي انا عايز اعتراف بكذا كذا كذا وانا هعترف لك دلوقتي حالا من غير تعذيب. ولكن هو تقريبا التعذيب عنده كان هوايه مش بسبب الاعتراف يعني. في حاجه ثانيه عايز اسالها؟ انا عايز اقول لامي لو عرفتيني ما تزعليش مني. استاذ امام، يعني واضح انه هذا النموذج وهذا الشاب يتكلم انه يعني اتجه هذا الاتجاه بسبب التعذيب المفرط يعني من اتجاه يعني انسان لا يرقى ان يكون انسان كان يتلذذ بالتعذيب، وفي النهايه كان في لمسه ضمير قالها بيقول لامه لو تعرفيني ما تزعليش مني. تعليقك على هذا النموذج؟ طيب اصل التعليق احنا مش رايحين بعيد، مش هنخترع العجله. سجون الستينات يا استاذه دينا حصل فيها ضغوط كبيره جدا زي ما بنشوف في سجون السيسي كده تقريبا. نعم. يعني حصل فيها ان طلع شكري مصطفى ومجموعته. تمام. وحصل فيها ان طلعت جماعه الاخوان المسلمين. وحصل فيها ان دخل ناس من الشيوعيين اللي كانوا موجودين في جماعه الاخوان المسلمين، وحصل فيها برضو ان خرج ناس من جماعه الاخوان دخلوا في اتجاه الالحاد. نعم. هل ده كله مثل ظاهره؟ لا، لم يمثل ظاهره. ولكنه مثل حالات ارتداد فرديه، زي ما بقول لحضرتك كده، لما زوج ام حبيبه تنصر في الغربه لما في هجره الحبشه الاولى، المسلمين ما حسوش بهزه، واحد اتنصر. تمام، مجموعه من الشباب، مجموعه في عهد الرساله، بعد الرساله ارتدت قبائل. تمام، فدي كانت ظاهره، لكن في قلب المدينه كان في بعض المنافقين. ما كانتش ظاهره، بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما رضيش يعلن اسمائهم علشان ما تبقاش فعلا ظاهره. علشان اكيد في دول. نعم، بنشكرك استاذ امام على يعني هذا التوضيح وهذا التعليق على المعالجه الفنيه لفيلم يعني من 7 سنين. وزي ما قلنا من الاول انه في الاخر لازم نقول حاجه اساسيه، وكثير من الناس كتبوا ده على الفيسبوك، وهي ان الايمان والتدين هو الحاله الطبيعيه للبشر، وكل ما عداه من ظواهر فهو الاستثناء، سواء يعني نتيجه غضب او ضغط او تحولات معينه، لكن في النهايه يعني هي ظواهر او يعني قصص نعرضها ونحاول نتطرق ليها ولبعض اسبابها، لكن في النهاية يبقى الأصل وهو الفطرة السوية للكثير من الناس. فاصل ونرجع معاكم مرة أخرى، فابقوا معنا. الرئيس الفرنسي كان في زيارة لمصر للاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والصحية للمواطنين، ويتحدث أيضا عن الحقوق المدنية والسياسية. ماكرون كان حريص على أنه ما يمارسش أي ضغوط على السيسي لتغيير مواقفه، للمحافظة على مكاسب سياسية واستراتيجية بينه وبين السيسي، والبيزنس بقى لحضراتكم عارفين وصفقات الأسلحة اللي بتتم بين مصر وفرنسا. في الحقيقة يعني هناك العديد من يعني التفاصيل اللي ذكرت في هذا المؤتمر، لكن لضيق الوقت خلوني استقبل الاتصال الهاتفي من أستاذ محمد السيد الكاتب الصحفي بباريس للتعليق على هذا المؤتمر وأبرز ما جاء فيه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة دينا، أهلا بحضرتكم بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ محمد، لو هنتكلم على الجزء اللي هو فيه يعني استثمارات وعلاقات مشتركه ومصالح بين مصر وفرنسا،
يعني كيف ترى الزيارة في اليوم في ظل استمرار هذه العلاقة بين مصر وفرنسا في ظل البزنس والعلاقات والمصالح المشتركة؟ فرنسا تسعى إلى كسب المزيد من الاستثمارات في مصر وتحقيق أهداف اقتصادية من الدرجة الأولى، وخاصة أن هذه الزيارة فيها حوالي 50 رجل أعمال لديهم استثمارات في مصر ويريدون زيادة هذه الاستثمارات، وخاصة في الوضع أن مصر فيها أكثر من 100 مليون مستهلك، وأقول مستهلك بين قوسين لأن كما يعلم الجميع أن منذ الانقلاب العسكري أصبحت مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها، أصبحت الزراعة في خبر كان، الصناعة متوقفة تماما، هناك المصانع تباع والإغلاقات في كل مكان بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فأصبح الجميع الآن في حالة من البطالة سواء صاحب المصنع أو العامل. لذلك يأتي ماكرون في هذا التوقيت ليبيع سلعته كالعادة، سواء كان هيبيع لنا طائرات أو أسلحة وإمضاء بعض العقود خاصة في الخاصة بإنتاج بعض الأسلحة في مصر أو بعض المصانع التي تحتاج إلى تطوير أو زيادة بعض الاستثمارات في مجال البنية التحتية. كل هذا يأتي في إطار استغلال هذا البلد الذي أصبح من أكبر البلاد المستهلكة في منطقة الشرق الأوسط. طيب، يعني احنا في الحقيقة طبعا تم تطرق للحديث عن بعض الأحوال أو أوضاع السياسة الإنسانية في مصر ويعني حقوق الإنسان في مصر يعني بشكل عام، فهل حضرتك ليك تعليق على هذا الأمر أن يتحدث ماكرون والسيسي في هذا الأمر فيما يخص حقوق الإنسان في مصر والضغط في هذه النقطة؟ يعني للأسف ماكرون كان الخطأ الذي ارتكبه في باريس أراد أن يصححه، ولكن على استحياء كان من الأفضل له أن يتطرق إلى هذه الأوضاع عندما كان السيسي في باريس، ولكن العبارة التي أطلقها وهو لا يدري إن ما يحدث في مصر كارثة على المستوى الإنساني، قال له إن نحن لا نعطي دروسا للرؤساء في إدارة الدول وهذه كارثة. لكن عندما ذهب هذه المرة قال له إن هناك مجموعة من التجاوزات حدثت، وخاصة اعتقال عدد من الصحفيين، وكان طلبت الحكومة الفرنسية الكشف عن بعض الصحفيين والمدونين الذين تم اعتقالهم مؤخرا ومن ضمنهم وائل عباس، فطبعا الحكومة المصرية تلكأت في الإفراج عنهم. ولكن عندما قال له أن هناك، طب حضرتك هو يعني كان في تعليق أو رد للسيسي، كان في رد للسيسي على هذا الأمر؟ لو فيديو جاهز معانا يا جماعة نجيبه. نعم. كيف رد السيسي على، نشوفه مع حضرتك ومع مشاهدينا، كيف رد السيسي على موضوع اعتقال المدونين؟ نعم، اعتقال المدونين بالذات بيجهزوه معانا، يعني هو علق على ده وبعدين دخل في نقطة البطالة يعني في شكل غريب. الفيديو جاهز يعني معانا؟ هو طيب، خلونا ناخد الفيديو بس مع حضرتك ومع المشاهدين ونرجع مرة أخرى. اتفضل. قول لي أشغلهم إزاي؟ انت جيت بتسالني بتقول لي عايز حق المدونين، وانا بسالك اشغل دول ازاي، اجيب لهم شغل منين؟ مليون كل سنه منين؟ اعمل ايه؟ انا مستعد اسمع منكم واسمع نصايحكم، بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين؟ اعمل ايه في المليون اللي بيتخرجوا كل سنه؟ اعمل ايه في الاثنين مليون نص مليون اللي بيتولدوا كل سنه عايزين يخشوا مدرسه وعايزين يتعلموا كويس وعايزين ياكلوا كويس وعايزين يتعالجوا كويس؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ حد يقول لي نحل المسائل دي ازاي؟ انا اسف ان اقول لكم ان المدونين بتتكلم لغه تانية خالص غير الواقع اللي احنا بنعيشه. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، احنا ما عندناش حاجه نخجل ان احنا نقولها ابدا ولا نخاف منها ابدا، احنا بنقود بلادنا بالامانه والشرف والعزه. هل ترى يعني أستاذ محمد أن السيسي يرد بصراحة أم بوقاحة عندما يتحدث عن حقوق أصيلة من حقوق حق أي شعب في أي بلد في الدنيا أن يطالب بالتعليم ويطالب بالصحة ويطالب بفرص العمل، وهو الآن يقول منين وما عرفش وقولوا لي وأنا مش عارف أعمل ده إزاي؟ كلمة وقاحة أقل ما يقال عن هذا الرجل إن كان رجلا أصلا، لأنما عندما يقول قولوا لي أعمل إيه، فأنت منصبك إيه أصلا؟ ده أنت رئيس دولة،
يعني انت اعلى قمه الهرم السياسي في مصر واعلى قمه الحكومه في البلد، وانت الذي المفروض ان تتحكم، وانت المفروض ان تقول لنا كيف تدار الدوله. اذا لم تستطيع ان تدير دوله فعليك ان ترحل. وانت تقول لاننا جئت باراده شعبيه، فهذا كذب. انت جئت بانقلاب عسكري والفرنسيون يعلمون ذلك والغرب يعلم ذلك، ولكن الاراده الصهيونيه فرضت وجودها على الاراده المصريه، ان هناك من باع الوطن للصهاينه وهناك من يبيع الوطن الان للصهاينه. طيب حضرتك، طب يعني طبعا هو بس شيء بشيء يذكر، فهو عشان نهى الفيديو بكده فانا حبيت اسال السؤال ده، لكن هو في السؤال في الاول اللي وجه ليك عن المدونين ثم اتجه لهذه الاجابه، هل تراه للمره ما اعرفش الكام بقى بيهرب من الاجابه او يريد ان يكذب او ينكر ان هناك اعتقالات في مصر ضد اصحاب الراي؟ شوف حضرتك اللقاء الذي كان على CBS كان كاشف لهذا البني ادم. هذا البني ادم لا يستطيع ان يتحاور مع اي انسان دون ان يكون لديه اعداد لهذا الحوار، يعني لديه الاسئله وتكون لديه اجابات مسبقه، وكما يحدث في اعلام جوبلز الان الذي يدينه عبد الفتاح السيسي. نعم. يعني هذا لا يستطيع ان يجاوب عن سؤال مباشر. كما ترى حضرتك عندما ترى وجهه يسود عندما يتلقى سؤال يهز كيانه، ويحس ان هو يعني خلاص مش قادر يقول حاجه، فياتي يتقيأ ما قاله من قبل ويعيد استرجاع ما قاله من قبل من عام ومن عامين. كيف افعل وكيف افعل؟ انت لا تقول لي كيف تفعل، ان لم تستطيع ان تفعل فرحل. بشكرك جدا، يعني اقل شيء ان يجاب عليه. بشكرك جدا استاذ محمد السيد الكاتب الصحفي بباريس على مداخلته معانا وتعليقه على مؤتمر اليوم بين السيسي وماكرون. وخلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نلتقي بكم غدا في حلقه جديده الساعه 10:30 بتوقيت القاهره، والى ان نلتقي نترككم في امان الله.